إذا أنت زعلتها وأخطأت في حقها بكلمة أو بتصرف يلزمك شرعا أن تراضيها، ولا تجعلها تنام وهي زعلانة، وإذا نمت وهي زعلانة فإنه يلحقك من الإثم مثل ما يلحقها من الإثم إذا نامت وأنت زعلان، لأن الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، المعاملة واحدة. بعدين قال وللرجال عليهن درجة، درجة هنا درجة القوامة والمسؤولية لا درجة الأفضلية في التعامل، لا الأفضلية كلها سواء، الناس سواء، النساء شقائق الرجال والمرأة هي شقيقة الرجل، ولا ينبغي أن يشعر الإنسان بالاستعلاء ولا الفوقية ولا الهيمنة ولا الاستكبار والتغطرس، لا، رب المرأة ربما تكون المرأة دي أفضل عند الله من ألف رجل، أي نعم، بعض النساء عند الله أفضل كما قال الشاعر يقول ولو أن النساء كما ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، يكفي أن أول دم أريق في سبيل الله دم امرأة وهو سمية بنت خباط، وأول مال أنفق في سبيل الله مال امرأة وهو مال خديجة، بل أول قلب دخل فيه الإسلام قلب امرأة، أول من أسلم من الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة رضي الله عنها، أي نعم. فالمرأة لها مكانها، لا نسقط حقها ولا نشعرها بالدنيا وأنها تحت، لا، المرأة لها يعني مكانة عظيمة في الإسلام، نأخذ منها الحق ونعطيها أيضا الحق الذي أوجبه الله عز وجل لنا.